قادر تكتشف حالك مظبوط، شخصيتك الحقيقية، قدراتك، وقت تواجه الصعوبات والشيء أقوى منك. دكار أقوى منا، شخصين بينعدوا هوات بعالم واسع من المحترفين، قرروا يخوضوا التحدي ويشاركوا بأخطر رالي. نحن عم نتحدى للمغامرة، اكتشفنا قديه الجبل كبير وقديه التحدي رح يكون أصعب مما تصورنا، بس اللي عم بيقوينا هو الناس اللي عم يدعمون. هالناس بكل يوم عم بيواجهوا تحديات شخصية وصعوبات. يا أنت أخي، كل يوم مئات الرجال والنساء عم يتغلبوا على إعاقتهم. اليوم تحدي قد ما صعب رح يستمر. اليوم رح نفشل، نتعلم ونحاول من جديد. اليوم رح نتغلب على الجبل. رح ينرفع بالعالي برالي دكار من خلال شخصين قرروا يتحدوا. يعني الفيلم اللي شفناه ورد فيه جملة: رح نفشل ونتعلم. هيدي يعني اذا بدك رح تكون هي العنوان تبع المشاركة. لا، ما بدنا نفشل، بس التصعوبات اللي رح نلاقيها رح تعلمنا كتير قصص اكيد. والهدف الاساسي تبع وجودنا هون معك اليوم هو عن مساعدة انت اخي. يا رح نفتحها، بس بعد عندي سؤال واحد قبل انت اخي. مشروع مثل هيدا مكلف جدا، يعني بعرف السيارة، تحضيراتها، الاكيب يلي رح يكون معكم، الاختبارات يلي عملتوها، 6 شهور تركتوا شغلكم، كله هيدا تتحطوا الارزة على السيارة، بس الكلفة المالية كتير عالية. مين عم يتحمل هيدي الكلفة؟ الدولة اللبنانية، انتو شخصيا، سبونسر، ما بعرف. يعني هيدي الحملة كلها اللي هلأ عملناها نحن وعم بتشوفوها، وكل التكاليف هولي جاد وانا متكفلين بكل شيء، لانه قررنا نحن انه ناخد عاتقنا كل البروجرام وكل الحملة، لانه كنا حابين نوصل مسج اكبر من الرالي. لانه قلنا انه خلينا نحن نعمل كل شيء عاتقنا ونفرجي انه فينا من ايفنت سبورتيف نعمل اتريك اكبر منه. دونك وجهنا التوعيه بالمجتمع مثلا، ها هي. دونك وجهنا كل الكوتي فينانسيي بالحمله لمساعده الحاله الاجتماعيه بلبنان. يعني نحن هلا ثابت عم نساعد انت اخي، بس نحن هدفنا نعمل من هالانشيتيف، يعني من هالمبادره ترجع تنعمل بلبنان، تستمر اكيد. طيب ليش بيزا درايف وليش انت اخي؟ مين بده يجاوب؟ بيزا درايف هو نوع من اللوجو تبع الكامبين، انه كون انت عضو من هالمسابقة لتساعد، مثل ما نحن رح نتعذب ولنجادي منخلص الدكار، في ناس عايزين وعم بتعذبوا ليعيشوا يوميا. وانت اخي هي مؤسسة صار هالسنة عم تحتفل بالعيد 25 وبتساعد الناس المصابين بإعاقة. بقى عنا هدف اذا بدك سباقي وهدف انساني بنفس الوقت، اختصرناه بجملة واحدة اللي هي بيزا درايف. اللي هي بيزا درايف هيك
هو سلوغان. هلا اذا بدك نحكي عن ليه هلا عم نعمل هالحمله كلها كرمال ان اكثر ناس من العالم يشاركوا ويتبرعوا لانت اخي. هلا كل نحن بمشاركتنا بالدكار وي ار درايف ان واي للبنان، لانه عم نحط لبنان على خريطه ترالي عالمي اللي هو الاهم بالعالم. وان واي كمان شبيبه انت اخي بالاكسبيرينس اللي كل مره بنطلع وقت نطلع لعندهم ونشوفهم، يعني بيعطونا قوة. انت قلت لنا هلا حتفشلوا، انه بعد ما تشوف كيف شبيبه انت اخي بعيشوا تصور صعبه تو جيف اب، يعني انه ما رح وي نوت جونا جيف اب ذاتس فور شو، انه ما رح نتركها ابدا بسهوله اكيد، لانه كل ما يصير عندنا مشكله رح نتذكر الاكسبيرينس اللي عشناها مع هالشباب. دونك بالنسبه لنا انا بقول لك انه لو ما كان في هالكوتي مع انت اخي ما كنا رح نروح هالقد بهالعزم وبهالقوة على الدكار. يعني بعتبر بشكرهم يعني كلهم سوا كل الشبيبة على القوة اللي عم بيعطونا اياها on a daily basis. انت كمان قلت انه في محل قلت عم تتركوا شغلكم، يعني بعدنا عم نشتغل بس عم نشتغل دوب لانه عنا شغلنا نحن، عنا نشتغل سوا. يعني ما بعرف هذه ما ذكرت انه جاد وانا نحن نشتغل سوا شركة بالشغل. دونك زملاء بالشغل شركة بالشغل وبالسيارة. دونك شغلنا كمل بس حطينا اكثر كوميتمنت، يعني اخذنا من قصص غير كنا نعملها بالحياة وحطيناهم بهالبروجي. الحملة عم بيصير في تفاعل معه واطلقته بالكونفرنس دو بريس بالمؤتمر الصحفي اللي عقدتوه الاسبوع الماضي هالحملة، وحطيته الويب سايت وحطيته الاماكن اللي قادرين العالم تتبرع فيها. بعد مرور حوالي العشرة ايام على هالموضوع في تفاعل من الناس، عم بتحسوا انه اقتنعوا باللي انتو عم تعملوه العالم ليساعدوا انت اخي؟ ده هلا صراحة لا. يعني بتصور السبب الاساسي انه في بعض في ناس بعد مش فهمانين، انه مثلا كل ما اشوف شخص احكي عن المبادره بقول له ما مش معقول هول، انت منين دافع؟ انه انت وجاد كيف مولينا؟ اكيد هول بارت اوف ذيم رايحين لكم، انتم عم بتمولوا حالكم. لا خلينا تكون انه الفكره كثير هيك سامبل. كل الدونيشنز والكول اوف دونيشن هي رايحه لانت اخي. دونك لهلا بعدنا شوي عم نواجه مشكله بهالقصه. وفي شغله ثانيه انه بلبنان مانا بعد كثير متعودين انه نعمل دونيشن على الانترنت، هيدي اللي نحن اخذناها من برا، يعني هذيك فكره اجنبيه. دونك مشان هيك رح يكون في دونيشن بوكسز بعده مطارح بلبنان، يعني بالجراند سينما بتشكرهم الليله للجراند سينما يلي اتاحوا لنا الفكره المجال انه يحطوا دونيشن بوكسز. عملتوا ويب سايت كمان في ويب سايت يلي هو منه فيك تروح تعمل دونيشن على يلي هو dakarlebanon.com. وبدي زيد كمان انه الحمله كمان مقياسها هي بالتلفزيونات وبالسوشيال ميديا، ومن هالناحيه التجاوب كان كثير كثير قوي. يعني اذا هلا اللي بهم انت اخي فوت مصاري على صندوقهم، ايه بس اذا ما فات دايركتلي رح يفوت اندايركتلي، لانه بالنهايه في دعايه عم تجيهم، ونهار رح يدقوا على باب ويقولوا نحن انت اخي، رح يكون حدا سامع منه هذا من انت اخي. دونك من كل النواحي يعني برأيي رح تطلع مبادرة مبسوطين منها. خبروني شوي، يعني اليوم انتو بعد قديش رح تتركوا لبنان تتوصلوا على البيرو حتى تزبطوا اموركم هنيك، ومزبطين وين بتكون تناموا وشو بتكون تاكلوا كل هيدي الامور، لانه هيدي بدها ناس مختصين يحضروها، لانه مزبوط كمان صعبة. مش هيك نحن رايحين مع ايكيب بروفيشنال، يعني نحن الايكيب رايحين معه سودي كاز، هو شخص انه هي ايكيب يعني لها كذا سنه بتعمل الدكار، السنه الماضيه مثل ما قلنا خلصوا بالتوب 20. دونك كل اللوجيستيك مامنه، ورح يكون معنا كامبينج كار، يعني سياره فيها تختين، وهي هالسياره بتمشي بالباركور مع الميكانو، يعني ما بتاخذ التراجي ما بتفوت على السبيشاليت، بتضل عليها بتاخذ التراجي اصغر واقصر، وبتنقل من اريفي لاريفي، ومن وقت نوصل على الاريفي اذا كان معنا وقت ننام. كم ساعه سواقه في بالنهار؟
10 ساعات بدك هيدا اذا ما ضعنا فيها توصل لعشرين ساعة. هو لازم توصل قبل الدفاع تبع تاني نهار اكيد. وفي ناس بيوصلوا قبل الساعة دغري وبيضلوا مكفيين برا نوم الدفاع اللي بعده. ان شاء الله ما تصيرنا هيدا نوصل بوقت طبيعي للحق ننام، خاصة نستلم الرود بوك تبع تاني نهار، لأنه الرود بوك الطريقة فات عم نكتشفها إلا قبل بليلة بيعطونا إياها. دوك لازم له شوية تحضير، يعني بيعطونا الرود بوك لازم نقضي شي ساعة عليه لحد يشوف وين ما نقطع كيف الصعوبات ونجرب نحضر حالنا. في أسألكم عن الكلفة تقريبا، بلا ما نحكي الرقم المزبوط، بس تقريبا شو مكلف المشاركة بدكار؟ هيدا مكلفة إذا بدك كذا ألوفات الدولارات، يعني منا مسحة صغيرة يعني مكلفة. بتصور مشان هيك كمان ليل الناس اللي بيشتركوا فيها وما في بعض لبنانية، نحن حنكون أول لبنانية. يعني نشكر الله شغلنا ماشي منيح وبنقدر نسمح حالنا هالشيء، بس هي سبق غالي يعني منه رخيص. حدا من الدولة، وزارة أو مسؤول تلفن سأل جاد أو أنطوان شو عم تعملوا، شو بدكم مساعدة؟ لأنه لاحظت على سيارتكم تبع التجارب في الأرز اللبنانية وأحمر وأخضر وعلم لبنان، وأكيد على السيارة كمان نفس الكونسبت، بس حدا اهتم لهذا الموضوع ولا أبدا؟ ولا بكره أطوان عنده موعد مع وزير الشباب والرياضه لا يساعده يعمل فيزا، لانه فيزا على البيرو وعلى الارجنتين وعلى بوليفيا صعبين بياخذوا وقت. وعم نجرب نطلع له فيزا. انا عندي باسبور فرنساوي، هو عنده باسبور لبناني. انا فايت على الباسبور الفرنساوي، دونك بدنا عايز فيزا. هيدي هي المساعدة. بكرة ما ان شاء الله يعني طلبت انه مقابلة مع الوزير، لانه كرمال نسرع المعاملات، لانه في فيزا لثلاث بلدان وكل فيزا لحالها بدها حوالي جمعتين، يعني لازم يكون البروسس سريع. هذا بدك وزير الخارجية. اكيد يعني وزير الخارجية انا بتمنى عليه صراحة، انه نحن بالنهاية المبادرة تبعنا هي ضمن نطاق الطاقة الاغترابية، لأن نحن شخصين عشنا برا ورايحين على جنوب أمريكا يلي هي في أكثر. شو أنتم مؤثرين إذا ما حكيتوا مع وزارة الخارجية بتكونوا يعني؟ صراحة جربنا شوي. جربنا بس تعرف الحالة بلبنان، يعني في عندهم غير مشاكل، يعني من شهر لهلا اسم الله كثرة المشاكل على دوركم. طيب هلا جاد، شو بتقول للناس يلي بعد ما تبرعوا لانت اخي؟ تبرعوا dakarlebanon.com. هو الواحد وقت يعطي بفكر عم بيعطي للغير، عم بيساعد الغير، بس اول شخص بيستفيد من العطاء هو نفسه. وفي دراسات يعني مفصلين قد ايه الواحد بيصير صحته احسن نفسيا وبدنيا وقت يعطي. وفعلا انا اكتشفت هالشيء وقت رحت لعند انت اخي وشفت هالعالم المصابين باعاقه عايشين بفرح وببسط، طلعت من عندهم بقوه نفسيه وبدنيه كتير قويه. يعني وقت تشوفهم كيف عايشين وكيف مبسوطين رغم الإعاقة تبعهم، بترجع بتفكر بكل مشاكلك وكل شيء قصص كنت عطيها أهمية زيادة عن اللزوم. أنا بقول إنه واحد لازم يروح لهونيك كمان، لازم يتبرع ولازم يروح لهونيك كرمالهم مش كرمالهم. هن بيفيدوك أكثر ما بتفيدهم إذا عطيتهم، إذا رحت لعندهم تتعرف عليهم وتقضي وقت معهم وتساعدهم. أنطوان، أنا رح أقول لك إنه قد إيه أنا وقت كنت صغير كنت أحلم شوف هيك سيارة لبنانية عم بتسوق بالدكار، هلا عم بتصير. نحن عم نقول إنه نتوجه أول شيء للبنانية، لأنه إذا
هلا لحقلك لان احنا عم نتوجه بحمله تبرع عالميه مش بس للبنانيه بس يعني حتى اللبنانيين المغتربين فيهم مغتربين برا وغير اللبنانيين كمان عندنا الفرنسويه والانجليز تبرعوا سمعوا فيها دونك كان بدي اقوله انه في عن يعني بلبنان يوجد هيدي هيك القصة قصة الدكار يلي هلا جادوا انا عم جينا هيك نخبرك اياها اليوم قصة هيك مهضومة وحلوة وفيها لطة بوزيتيف فايبس يعني قصة بوزيتيف دونك بنتمنى على اللبنانية هيك يعني نحن كيف رح نعرف اذا اللبنانية حبوا المبادرة اللي عملناها ولا لا الطريقة الوحيدة هي انه يروحوا ويحكوا عنا للمبادرة يعني هيدا بنطاق اول يتداولوها يعني اذا شخص منه قادر يتبرع ينشر القضية ويحكي اراوندهم يقول انه ليكو في اثنين لبنانية قرروا ينزلوا برالي داكار ويرفعوا علم لبنان خلينا هيك وخلينا نقلتيس نقول لهم مرسي فوريت نحن اذا بدكم انه زوي انه الطريقة يلي حابين انه العالم يشكرونا هن انه يتبرعوا لا انت اخي او اذا ما بدهم يتبرعوا جست هيك المسج يلي عم نوصله انه بالنهاية بقدروا فيه يعني وصلوا على قد ما فيهم طيب اخر سؤال عندي شو رأي مجتمع السائقين اللبنانيين بهالمغامرة اللي عم تعملوها حكيتوا مع حدا من البيلوتية يلي مشهورين ومعروفين وبياخدوا الاضواء كلها سوا شو كانت الرياكسيون تبعيتهم اليوم عم طالع انا اليوم رحت اجتمعت بعبدو صالح بطلنا الكبير يلي انا وصغير كنت بحضره وبضوع عيوني وقت شوفه يعني عبدو هيز فولي سبورتينج اس وقال لي انه بس يعني هي اذا بدك شاركنا زيت المعاناة يلي هلا انت حكيت عنها في السبونسرز والدولة واللي ما بس يعني خبرني قصص قلت له انه اذا انت البطل اللبناني مش قادر تعملون واجهت هالمشاكل هتسأل شو موقفة منكم ومن مشاركتكم تسأل مساعدتنا يعني بالدجال الليسانس طبعاً قادر نشارك من اياها من عندهم دك رح نخدها من عندهم وكانوا كتير يعني مبسوطين فينا ومتلاقيين متجاوبين يعني مع مشاركتنا كان عبالك أنطوان انه قضينا كتير وقت بالتحضيرات على نشوف ناس عاملين الدكار ومحضرين ناس عاملين الدكار كمان قضينا وقت هون مع الاتسائل وعرفونا على كتير من السواق المحترفين اللبنانيين وعطونا هم كمان مساعدات يعني ومعلومات عن التحضيرات اللي لازمنا وعرفونا على كتير ناس مثل سولي خطار مثلا اللي شاب اكيد شيخ السائقين بالفور باي فور دوك وكانوا تعليمه كمان كتير حلوين دوك في سبورت كان كتير حلو بلبنان وعم بيصير في تقابل كتير حلو انا بدي اتمنى لكم توفيق جاد وانطوان نحن بالاو تي في اكيد بوابنا مفتوحة لكم بكرة بس ترجعوا بنتيجة ايجابية كمان رح نفتح لكم الهواء وبدي اطلب انا من كل المشاهدين وكل الرياضيين يلي قادرين يتبرعوا لانت اخي ما يتأخروا ابدا هالشابين عم بيصرفوا من مالهم ووقتهم وجهدهم وتعبهم حتى يرفعوا اسم لبنان وحتى يتعلموا من المعوقين يلي بيعيشوا بأنت أخي ويلي بتفتح لهم كتير بواب ومثل ما قالوا لكم عايشين بسعادة يمكن نحن بحياتنا اليومية بنفتقدها تانكيو لألكم جاد وأنطوان لوجودكم معنا الليلة مشاهدينا أنا بودعكم والأسبوع الجاي رح نكون بحلقة جديدة من ريبلاي إلى اللقاء